ينضم لنا الخبير التربوي بمرحلة الطفولة الدكتور همام الحارثي. أهلا وسهلا فيك معنا في ام بي سي في أسبوع دكتور همام. يعني احنا شاهدنا في الفيديو كيف الأهل ممكن هم يوقفوا خاصية التواصل داخل هذه اللعبة تحديدا روبلوكس، ولكن ممكن في المقابل اليوم الأطفال صاروا أذكى، يقدرون يفعلونها لما ما يكونون تحت الرقابة أو المراقبة. فسؤالنا اليوم، كيف يقدرون الأهل أنهم يشرحون للأطفال مفهوم التحرش، أو حتى يكون في يعني كذا محادثة حبية زي ما يقولون أو فريندلي تخليهم يفهمون أنه في خطورة تواصل مع الأشخاص الغرباء؟ أي نعم، حياكم الله جميعا وسعيد جدا أن يكون معكم. التقرير طبعا اللي طلع يمكن هو أثار موضوع كنا في السابق دائما نتكلم عن قضية حماية الأبناء في الجانب الوقائي، وحنا كتربويين مختصين في مرحلة الطفولة وعندنا اهتمام عالي في موضوع التعامل مع الأطفال، دائما نذكر الأباء والأمهات يجب حقيقة علينا أن نكون قريبين من أطفالنا ومحاولة وضع بعض الخطوات أو الإجراءات داخل المنزل حتى نستطيع بإذن الله عز وجل أن نحمي أطفالنا. كثير من النقاط حنا نذكرها على موضوع اللعبة هذه أو غيرها من الألعاب، لأن العالم التقني اليوم هو يفرض نفسه وحنا في عالم مفتوح، لا يمكن بأي حال من الأحوال أننا نلغي استخدام التقنية، لكن نقول عدة نقاط. النقطة الأولى، المنع ليس حلا، حنا ما ننصح أبدا بالمنع، ما نقول للأب أو الأم أمنع طفلك من أي لعبة من الألعاب أو استخدام التقنية أو الاستفادة منها. رقم اثنين، هذه أداة مثل أي أداة ثانية نستطيع أن نستخدمها ونتعامل معها داخل البيوت وموجودة عندنا، لذلك توظيفها بالأشياء الممتازة، الأشياء التعليمية، الأشياء التي تنمي شخصية الطفل، تنشأ على القيم والمبادئ التي نرغب فيها، هو واجب الآباء والأمهات ومقدمي الرعاية في هذه الفترة. رقم ثلاثة، يجب حقيقة علينا أن نضع بعض الخطوات أو الإجراءات أو بعض القوانين التي تحمي أطفالنا. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعطي ابني جهاز أو كمبيوتر أو لابتوب في غرفة مغلقة، لازم تكون في الفترة الأولية دائما في الأماكن المفتوحة. لا يمكن أن يعطيه شيء بكلمة سرية بحيث أنها هي قابلة للاختراق أو الاستفادة منها في أشياء تضره. لا يمكن بأي حال من الأحوال أنني أخلي ابني يلعب دون ما أعرف هو يلعب مع مين. والنصيحة الأساسية هو عدم وصل الألعاب هذه بالإنترنت. جيد حقيقة أننا نعطي الجانب الترفيهي حقه، لكن لا يكون هذا على حسب يعني الجانب المفتوح، وإنما بطريقة مقننة والنظام يكون موجود داخل البيت. لذلك التقنين هو الوسيلة التي نحن ننصح فيها في هذه الأيام. ما أعطيك يا بابا الجهاز إلا لما تخلص واجباتك، ما أعطيك إلا لما تخلص الصلاة، لما تروح المسجد، لما كذا. هذه التفاصيل أو القوانين اللي حنا نحطها داخل البيت هي اللي بإذن الله عز وجل سوف تحمي أبنائنا، وكلما كنا قريبين منهم والبيت مأخذ وضعية الحوار والنقاشات كلما كان الأبناء أقرب منا. لا قدر الله في حالة وقوع أي إشكالية سوف يكون الأب والأم هم الملجأ بعد الله عز وجل في التعامل مع مثل هذه الإشكالات. دكتور همام، يعني التربية موضوع كبير ومهم جدا، ولكن في زمن كالزمن اللي نعيش فيه، زمن متسارع، المتغيرات فيه كثيرة، الطفل اليوم أصبح يعني خليني أقولها كذا بشفافية أذكى من الطفل مما قبل، بحكم اطلاعه، بحكم كثرة المتغيرات حوله وكثرة الأجهزة التي يتعامل معها. في هكذا وضع، كيف نستطيع أن خلينا نقول نزرع حس المسؤولية لدى الأطفال، أن نتحدث معهم بذكاء أكبر، يعني بدون مثلا استخدام الفوقية أو خليني أقول مسألة الرقابة أو مسألة أنه إحنا لازم نقول وإنت لازم تنفذ. كيف نحول هذا النقاش إلى نقاش بناء يساعد حتى في نفسية الطفل وذكائه العاطفي وحسه بالمسؤولية؟ سمعنا. نعم صحيح، احنا طبعا دائما نقول لا يمكن بأي حال من الأحوال انك تعطي لا يمكن انك تعطي ابنك لعبة هو يلعبها انت لا تستطيع انك تتعامل معها. لذلك الأمية التربوية عند الآباء والأمهات اليوم هي الإشكالية الحقيقية. لما الابن يستطيع ان يتعامل مع لعبة نحن لا نستطيع اننا نتعامل معها او نعرف مداخلها ومخارجها، يبقى عندي إشكال. لكن مثل ما ذكر يمكن في المقطع السابق ان موضوع الرقابة الأبوية، تفعيلها، محاولة فهم كيفية هذه اللعبة وكيفية التواصل مع الآخرين، وضع بعض الإجراءات الاحترازية هي اللي بتساعدنا. الجانب الآخر اللي ذكرته هو جانب
جانب تربوي مهم، وهو متعلق بقضية المهارات الحياتية. كلما كان عند الابن نضج أكبر، كلما استطاع أن يتعامل مع هذه المواضيع وغيرها من مواضيع الحياة. لذلك نحن دائما ننصح الآباء والأمهات ومقدمي الرعاية، عرض ابنك لخبرات أكثر. كلما تعرض الابن لخبرات أكثر كلما استطاع أن يتعامل مع المهارات الحياتية. اليوم مطلوب من الأبناء أن يكون عندهم جانب اجتماعي، يستطيعون أنهم يدخلون مع الناس، يرحبون في الضيوف، يتعاملون مع الغرباء، يحيدون الناس اللي عندهم إشكاليات، يتعاملون وتواصلون مع زملائهم ومعلمهم بطريقة ممتازة. مطلوب من أن يتعامل مع المال في البيع والشراء والروحة والجية، وأن يشتري الأغراض بطريقة صحيحة. مطلوب من أن يكون ممتاز وجيد في دراسته، حريص على وضعه، أن يكون جيد تربويا، متسق ومتوائم مع مجتمعه وبيئته. هذه كلها مطلوب مننا. كلما عرضنا لخبرات كلما استطاع الابن أن يكون متوائم مع المجتمع. طيب. النقطة الإشكالية اللي نعاني منها ونحاول نعالجها هو الجانب التقني، أخذ جزء كبير من واقع الحياة الاجتماعية. لذلك اليوم تعريض الأبناء للخبرات هو الحل بإذن الله عز وجل للارتقاء فيهم. طيب دكتور همام، لربما يعني ممكن كمان في خطوة مهمة لازم نسلط الضوء عليها، هي قبل الرقابة الأبوية ممكن نقول الصداقة الأبوية. يعني ليش اليوم الأب والأم يقعدون مع طفلهم يفهمون وش اللعبة هذه، يلعبون معاه، يحاولوا أنهم هم يفهموا عشان ما يكون أنهم جايين من عالم منفصل تماما عن عالم الطفل هذا ولعبته اللي قاعد يلعب فيها كل يوم. فاليوم صحيح. وش النصيحة اللي حاب تقدمها للآباء والأمهات في هذا السياق، أنه هم كيف يقدرون يصاحبون أبنائهم وبناتهم اليوم عشان يخففوا من حدوث مثل هذه المشاكل في هذا في عالم الإلكتروني أو الفضاء الإلكتروني هذا المليء بالمخاطر طبعا؟ نعم، حنا دائما ننصح الآباء والأمهات بقضية المعايشة التربوية، تعيش مع أبنائك. لذلك هناك ثلاثة أوقات حتى للآباء والأمهات المشغولين اليوم مع خروج الناس للعمل والتحاق المرأة بسوق العمل، نجد إشكالية من عدم التواصل مع الأبناء بطريقة ممتازة. لذلك ثلاث أوقات لابد الآباء والأمهات يكونوا موجودين. الوقت الأول ذهاب أو عودة من المدرسة. لا قدر الله لو كانت المدرسة وهي مكان تربوي ويعيش فيه الأطفال 8 ساعات في اليوم، وقع عندي إشكالية، كلما كنت قريب من الطفل كلما استطعت معالجة الإشكالية. رقم اثنين، وقت الأكل. واحدة من الوجبات الرئيسية لابد الأب والأم يكونوا موجودين مع أبنائهم، وهذه الوجبة نتعلم الطفل آداب الطعام، أعلمه كيف يأكل، أعلمه كيف يتواصل مع أخوانه في حال الأكل، كيف يقدم الأكل، كيف يتعامل مع موضوع الأكل ويكون طريقته مناسبة. الوقت الثالث هو قبل النوم، وجيد حقيقة أن نفعل قصص ما قبل النوم بحيث أن نغرس القيم التربوية التي نرغب فيها ونكون قريبين من أطفالنا. الذي يقوم بهذه المهام بإذن الله عز وجل هو سوف يقوم بواجب التربوي من خلال قربه من أبنائه ومعايشته معهم واصطحابهم إلى الأماكن المطلوب من اصطحابه، مثل قضية المسجد، مثل قضية المدرسة، مثل قضية الجيران، مثل قضية الأهل، صلة الرحم. هذه كلها حنا نطالب فيها كآباء وأمهات، ونرغب كذلك تربوي أن نتفاعل في المجتمع. تفاعل الأطفال بطريقة صحيحة سوف يجعل قريب مني أنا ملجأه بعد الله عز وجل في أي مشكلة وقعت له، حتى لو كنت أنا سوف أنفذ عليه عقاب، بغض النظر عن نوع هذا العقاب سوف أكون أنا الملجأ له، لأنه يعلم أنني أنا المكان الآمن الذي سوف يلجأ إليه ويتعامل مع المشكلة بطريقة تربوية. الخبير التربوي بمرحلة الطفولة الدكتور همام الحارثي، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا اليوم في MBC في أسبوع.